يلا مبروك في تونس، إذا إرباك في الجزائر بين الفتح والإغلاق وإعادة الإغلاق مرة ثانية، كيف تبدو الصورة لديك؟ نعم أحمد، يعني إذا ما أردنا نعنون المرحلة الحالية التي تعيشها تونس هي ربما الانتقال من مرحلة مقاومة ومكافحة فيروس كورونا إلى مرحلة التعايش مع هذا الفيروس، ربما عودة الحياة تدريجيا في تونس منذ الرابع من هذا الشهر فيما يسمى وسمته الحكومة التونسية بالحجر الصحي الموجه، بدأت الحياة تعود شيئا فشيئا في انتظار ربما الحل. السلطات التونسية أعلنت أن يوم 24 من مايو سيكون تاريخ عودة التظاهرات الرياضية والثقافية والترفيهية، وبالتالي هناك نوع من التعايش، التعايش ربما الحذر إنجاز التعبير، سيما في ظل عودة عدم التزام المواطنين. يعني تقريبا في اليومين الماضيين تمت معاينة وتسجيل العديد والعديد من الخروقات، خاصة فيما يتعلق بعدم احترام التباعد الاجتماعي وأيضا عدم احترام قواعد السلامة، سيما أمام المنشآت الحكومية، أمام المخابز وأيضا في الأحياء الشعبية. يعني عادت ربما عدم التزام المواطنين بدأ يعود شيئا فشيئا، وهذا ما يؤشر بأن السلطات التونسية قد تتخذ ربما إجراءات تعديلية أخرى. هذا أيضا وزير الصحة يلوح دائما يعني في تصريحات متتالية بأن إمكانية العودة إلى الحجر الصحي الشامل ممكنة، إذا لم وهذه الإجراءات دائما هي قابلة للمراجعة.